تأهبوا لمفاجأة محزنة في عام 2024. شاهد أخطر ما تتوقعه ليلى عبد اللطيف للدول العربية. تتوقع ليلى عبد اللطيف أن مليونية شعبية في ساحات وشوارع لبنان ستكون هناك، والساحة اللبنانية على وشك الفوضى والغضب، وسيتدخل الجيش اللبناني للسيطرة على أعمال الشغب، انقطاع شبكة الاتصالات لفترة قصيرة، عودة الكثير من المهاجرين إلى لبنان. الرئيس الأمريكي بايدن ينجح في إعادة العلاقات الطبيعية مع ألمانيا ويطوي صفحة الجمود التي سببتها سياسات ترامب. الأنظار والإعلام على القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج بسبب حدث مؤقت. تسوية سياسية قادمة لا محالة، حتى ولو بالقوة العسكرية في عدة دول عربية. لبنان سوف يتخطى كافة الظروف الصعبة التي ستواجهه في عام 2024. دولة قطر ستلعب خلال سنوات 2024 أكبر أدوارها السياسية والاقتصادية بالمنطقة العربية، خصوصا بسوريا ولبنان وليبيا. هروب جماعي للسجناء من الجماعات المتطرفة. العالم في حالة قلق وذعر من مرض جديد غير كورونا يأتي من الخفافيش، وستتأثر روسيا بهذا الحدث. الاستثمار في الذهب هذا العام سيكون خطوة مهمة. أزمة حادة بين تركيا واليونان. العاصمة الليبية طرابلس ستكون من جديد تحت رحلة المخاوف والتهديد من عودة الاقتتال والاشتباكات إلى المدينة، وذلك بسبب بعض التطورات القادمة. الاشتباكات المسلحة تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نجح بإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القيام بمبادرة إنسانية تجاه أوكرانيا من خلال هذه الصفقة بين الجانبين المتصارعين. دولة قطر ستلعب خلال سنوات 2024 أكبر أدوارها السياسية والاقتصادية بالمنطقة العربية، خصوصا بسوريا ولبنان وليبيا. رئيس لبناني سابق يختفي عن الأنظار بسبب حادث مؤسف. محاولات تنقيب عن النفط تنتهي بتحسن اقتصادي. مظاهرات حاشدة واحتجاجات مليونية وغضب عارم يعم الشوارع. موجة من الذباب والحشرات الغريبة والمؤذية سنراها تنتشر في أجواء عدة دول عربية وتصل إلى سماء لبنان، مما يثير حالات من القلق والخوف عند الناس. سيتم تسريب وثائق أمريكية سرية للغاية ستظهر للعلن. نار ودخان أسود في سماء تل أبيب، والعدو الإسرائيلي يتأهب ويكون في حالة هلع وأرباك. فضيحة لبعض شركات الأدوية التي تبيع لقاحا فاسدا للأطفال، واختفاء رجل دير بارز عن الصورة اللبنانية. أمريكا ستشهد خلال الأشهر القادمة حالة من الركود الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض التبادل التجاري بين أمريكا وعدة دول في العالم، مما سيدعو بعض الدول أمام حالة لافتة من القلق أمام هذه الكارثة. وستصل تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية إلى المكسيك التي ستعاني من انهيار العملة الوطنية في الأسواق، وتكون السبب في حصول مظاهرات غاضبة في الشارعين الأمريكي والمكسيكي يرافقها مشاهد عارمة من الفوضى والشغب. الصين ومع تايوان سيكونون تحت الأضواء الدولية والإعلامية بسبب حدث مؤسف قد يؤدي إلى بداية المواجهة العسكرية بين البلدين. زلزال مدمر يضرب منطقة واسعة في إيران ويسبب خسائر فادحة. كتلة نارية ستظهر في سماء إحدى الدول ناجمة عن انفجار طائرة تحمل شخصية بارزة. سوف يشهد العراق خلال المرحلة القادمة خروج مظاهرات حاشدة تهتف باسم الرئيس الراحل صدام حسين، وهي تحمل شعارات وعناوين صاخبة وجماهير غاضبة ستصرخ بالصوت العالي وين أيامك صدام، حتى في جرأة أنهم يكونوا حاملين الرئيس صدام حسين وهم يترحموا عليه. سوريا وتركيا على نفس الجانب السياسي والأمني. المحاصيل الزراعية حول العالم في خطر وحدوث ثورة جياع. مشاهد من النار واللهب والدخان سنراها تتصاعد وتغطي أحد الأماكن في دولة الكويت. الحزن يعم أرجاء ألمانيا بسبب حادث مؤسف. وجوه مشهورة سياسية وإعلامية عربية يصيبها فيروس كورونا. الألم والحزن يجتاح العالم لرحيل شخصية دينية بارزة. اهتزاز غريب يشهده كوكب الأرض يرافقه مشهد أصوات الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون تحت الأضواء الإعلامية بقوة ولعدة أيام، وسنراه بقلب المملكة العربية السعودية. اللواء حفتر أراه يتعرض لعرض صحي حرج يستدعي دخوله إلى المستشفى، وأرى بعيدا عن الواجهة السياسية والعسكرية بسبب هذا العرض الصحي، ولا أرى له مستقبل في حكم ليبيا.
فصل الشتاء سيكون فصل الموت، جراء الوفاة الكثيرة سيسببها. الكوارث الطبيعية تضرب ألمانيا من جديد وتسبب حالات كبيرة من الهلع والخوف، والسلطات الألمانية تقوم بإجلاء سكان بعض المدن إلى بر الأمان. آلاف القتلى والمصابين وغيرهم من المفقودين والمشردين، جميعهم ضحايا فيضانات عارمة، انفجارات من البراكين خلال الأشهر القادمة. أحد رؤساء العالم يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة. للأسف مرة جديدة أرى عودة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية بقوة إلى الشارع الإيراني، كما أرى الأمن يتصدى لبعض أعمال الفوضى والتخويف. أرى فرنسا أمام مرحلة قاسية المعاناة والقلق بسبب انقطاع حاد للكهرباء والغاز بشكل ملحوظ في أكثر المدن والمناطق الفرنسية، وأرى أن هذه الأزمة الكارثية واقعة لا محالة، مما سيجعل فرنسا تدخل في مرحلة التأمين القاسي للغاز والكهرباء. انقطاع الإنترنت في أكثر الدول سيثير جدلا واسعا يطال مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية. الشارع العراقي في حالة غليان وتوتر، عراقي تركي كبير يثير القلق. انسحاب القوات التركية من بعض مناطق شمال سوريا، وتفاهم يجمع بين رئيس تركيا ورئيس سوريا يساعد في رجوع الاستقرار إلى الشعبين. ستكون الأنظار ومعها الإعلام الدولي على رئيس كوريا الشمالية بسبب حدث بارز وخطير قد يضع العالم وبعض الدول الغربية في حالة ترقب وحذر، مع الاستعداد العسكري الشامل والاستنفار الكامل والمواجهة لجميع الاحتمالات التي قد تؤدي إلى الأسوأ. حرب مدمرة وكواكب طبيعية تحتل نشرات الأخبار وتحمل رياحا جارفة تؤدي إلى تغيير الأنظمة، وخصوصا في أوروبا وإفريقيا. ستواجه الهند والصين تلوثا كيميائيا كبيرا. أزمة غذاء كارثية تؤثر على العالم وتهدد بعض الدول. سوف تسجل التطورات القادمة حصول وحدوث مفاجأة محزنة في شهر أيلول، وأرى شعوب هذه الدول تتأهب للمشاركة أمام هذه المفاجأة المحزنة. إلى هنا متابعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.